هنتكلم ان شاء الله على الانفكشن كنترول جايد لاينز واهم المكونات بتاعت الانفكشن كنترول بروجرام. اول حاجه ان يبقى فيه بيزك ميشر للانفكشن كنترول بروجرام، ودي اللي هنتكلم عليها بالتفصيل. كمان اللي احنا نعمل ايدوكيشن وتريننج وبروتكشن للهيلث كير وركر، واعمل ايدنتيفيكيشن للحاجه الهازارد وازاي مينيمايز الريسك. في الروتين براكتس لازم تبقى متوفره عشان اقدر اعمل الانفكشن كنترول زي الانتي بايوتيك والانتي سيبتيك، ولو حصل اوت بريك ايه هي الاوت بريك الانفستيجيشن المفروض هعملها. فلو بدانا بالبيزك ميشر او الانفكشن كنترول براكتس بنقسمها لحاجتين، في ستاندرد بروكوشن وفي اديشنال بروكوشن. ستاندرد بروكوشن بتطبق لكل العيانين وفي كل الوقت بغض النظر ان العيان عنده ايه او الديزيز بتاعه بيتنقل ازاي. في اديشنال بروكوشن ودي بتعتمد على الميثود اوف ترانسميشن او المود اوف ترانسميشن اوف ديزيز. هنتكلم على الستاندرد بروكوشن، ودي بتشمل الهاند ووشنج، استخدام البيرسونال بروتكتيف اكويبمنت، ابروبريت هاندلنج للبيشنت كير اكويبمنت، بريفنشن اوف نيدل ستيك انجوريز، انفايرمنتال كليننج، والهاندلنج اوف ذا ويست. فلو بدانا بالهاند ووشنج وده اهم حاجه، ده فايدته بيمينمايز المايكرو اورجانيزمز. طب ازاي امتى بعمل الووش او دي كونتامينيت الهاند؟ بعد هاندلنج اني كونتامينيتد ايتمز between contact with a different patient، يعني بعد ما اخلص كل عيان قبل العيان التاني لازم اعمل الهاند ووشنج. لو هعمل اكتر من تاسك على السيم بيشنت، يعني هاجي اعمل اكزامينيشن مثلا للثروت وعايز ارجع من اكزامينيشن للابدومين، بضطر اعمل هاند ووشنج وبعد الريموفال اوف ذا جلوفز. طب ازاي بعمل الهاند هايجين او الهاند ووش؟ ممكن يبقى حاجه روتين خالص باستخدام الميه والصابون، ممكن باستخدام الالكحول بيس دراب يعني بالالكحول جل، ممكن باستخدام انتي سيبتك زي الايودو فورز اللي هي اليود مثلا، او في بقى طريقه للتعقيم اللي هي بيستخدموها اللي بسميها سيرجيكال سكراب قبل عمليات الجراحيه، دي ليها طريقه خاصه بالتعقيم بتاعها. تاني حاجه بعد الهاند ووشنج البيرسونال بروتكتيف اكويبمنت، حاجه هلبسها تبقى في تعمل لي فيزيكال بارير بين البيشنت وبين المايكرو اورجانيزمز، وده هتحمي الشخص اللي لابسها، الدكتور اللي لابسها او النيرس اللي لابسها، ومش بس هتحميها، هتحمي ان العدوى تتنقل للاذر بيشنت اند الستاف. بتشمل الجلوفز، الجاون، الاوفر هيد، الاوفر شوز، النضارات، كل الحاجات دي حاجات بتعتبر بيرسونال بروتكتيف اكويبمنت. ثالث حاجه الابروبريت هاندلنج للبيشنت كير اكويبمنت، ورقم 4 البريفنشن اوف النيدل ستيك انجري. ازاي اخد بالي ان انا اعمل بريفنشن للنيدل ستيك انجري؟ اخد بالي جدا ان انا ما يحصلش اي انجري لما اكون بستخدم النيدل والسكالبل والانسترومنت، واحط الحاجات دي بعد ما اخلصها برميهاش في حاجات بلاستيك عاديه لان هي ممكن تخرج من الحاجه البلاستيك دي وبعد كده تشكني، فبحطها في بانكتشر ريزيستنت كونتينر ويبقى ليه ليد، ودي بتبقى موجوده كلوز تو ذا سايت اوف ذا يوز. اخد كير جدا في الكليننج، لو في حاجات معينه مش هرميها لا هرجع اغسلها عشان استخدمها تاني زي المقصات مثلا او ادوات الجراحه. واهم حاجه ان انا اعمل نيفر ريكاب اور بند نيدلز، ان انا ما ينفعش اغطي السرنجه تاني علشان ممكن وانا بغطيها وبقفلها اللي هي تشكني. ودي كده صوره بتوضح لي ان انا نيفر اعمل ريكابنج للنيدل، ما ينفعش اغطيها كده تاني لان ممكن الابره تشكني. وده كده بيوضح لي ازاي اتخلص من السرنجات في البانكتش ريزيستنت كونتينر اللي هو بيبقى ليه غطا وفيه فتحات صغيره علشان ما يعني اعرف السرنجه فعلا تنزل في قلب الكونتينر وما تشكش اي حد. طيب لا قدر الله لو حد اتشك وخلاص، ايه البوست اكسبوشر بروفلاكس عشان امنع؟ وانا طبعا مشكلتي لما اتشك ان انا بخاف من البلاد بورن انفكشن زي الهيباتيتس بي، الهيباتيتس سي، والاتش اي في. فخلاص لو انا اتشكيت بعمل ايه؟ بسيب البليد الانكارج البليدنج وزاوت اني بريشر، بوش والسوب اند رانينج ووتر، واحط انتي سيبتك وبلغ الانفكشن كنترول تيم عشان هي اللي هتعرف تعمل فولو اب للبيشنت للهيباتيتس ماركر بتاعته والاتش اي في، وتتعامل على حسب السيرولوجي ستيت بتاع السورس بتاع البيشنت. عامل ازاي لو السورس عندي السورس بتاع الشكه كان هيباتيتس بي سيرفيس انتيجين بوزيتيف؟ بشوف الشخص الاكسبوزد، لو هو نوت فاكسينيتد بديله الهيباتيتس بي اميونوجلوبولين وابدا الفاكسين. لو هو الشخص دوت خد التطعيم قبل كده هشوفه هو نون ريسبوندر ولا نون ريسبوندر. لو هو ريسبوندر مفيش اي مانجمنت ولا تريتمنت بعمله. لو هو نون نون ريسبوندر بديله بتعامل معاه على انه نون فاكسينيتد، بديله هيباتيتس بي اميونوجلوبولين وابدا الفاكسين. طب لو نوت نون هتست فور الانتي هيباتيتس بي سيرفيس انتيجين، لو كميتها كافيه مفيش علاج، لو كميتها مش كافيه بعامله على اساس ان هو مش فاكسين يعني بديله اميونوجلوبولين مع الفاكسين. لو هو هيباتيتس بي سيرفيس انتيجين نيجاتيف خلاص، ولو الشخص مش فاكسينيتد بفاكسينيت، لو فاكسينيتد مفيش اي مانجمنت.
طب لو هو عنده طلع عنده انتي هيباتيتس سي، انا عارفه ان الانتي هيباتيتس سي كده كده ملوش فاكسين، فعلى طول بعمل تيست للانتي هيباتيتس سي فيروس والليفر انزيم لمده من 4 لـ 6 شهور، 4 لـ 6 شهور، والبي سي ار بعد 4 لـ 6 اسابيع. طب لو هو اتش اي في بوزيتيف كمان، الاتش اي في ملوش فاكسين، فابدا الايميديت تريتمنت اربع كورس من 4 اسابيع من 3 انتي ريترو فايرال ثيرابي، واعيد التيست تاني بعد 6 اسابيع وبعد 6 شهور. بتشمل الجلافز، الجاون، الاوفر هيد، الاوفر شوز، النضارات، كل الحاجات دي حاجات بتعتبر بيرسونال بروتكتيف اكويبمنت. طب انا ليه بفرق اللون ده؟ عشان اللي الشخص اللي هو بيعمل ديسبوزال بيتخلص من الشنط دي يبقى عارف خطوره الحاجه اللي هو شايلها. زي ما احنا شايفين قلنا ده الكيس الاسود للحاجات النون ميديكال، الكيس الاصفر دوت للحاجات الانفكتد، الكونتينر الاصفر دوت بيبقى ليه الحاجات الشارب، والاخر حاجه الكيس الاحمر دوت بستخدمه علشان الانفكتد تيشو اند اورجان. لو جينا اتكلمنا على الاير بورن بروكوشن، دي بتشمل الديزيز ترانسميتد باي ديز مود انكلود التي بي والميزل والنيمونيك بليك، ودي بطبق فيها كل الستاندرد بروكوشن من هاند ووشنج وبيرسونال بروتكتيف اكويبمنت كل الحاجات اللي قلناها، بالاضافه لان البيشنت يبقى بليزد في سنجل روم، والروم دي يبقى فيها نيجاتيف اير فلو بريشر، والدور يبقى كلوزد، واي حد يخش على العيان يبقى لابس سبيشال ماسك اللي هو من نوع معين يمنع خالص الديزيز ترانسميشن، حاجه اسمها الان 95. ومش بس كده، انا كمان بليمت الموفمنت وترانسبورت اوف ذا بيشنت، يعني انقله في يعني يتنقل في اضيق الحدود ويكون لابس السبيشال ماسك ده. بتشمل الجلافز، الجاون، الاوفر هيد، الاوفر شوز، النضارات، كل الحاجات دي حاجات بتعتبر بيرسونال بروتكتيف اكويبمنت. كونتاكت بروكوشن والديزيز ترانسميتد باي ذيس مود انكلود انفكشن باي ريزيستنت بكتيريا زي الميرسا اللي هي الميزيسيلين ريزيستنت ستاف اوريس، والانتريك انفكشن والسكين انفكشن، ودي برضه بطبق فيها كل الستاندرد بروكوشن، بالاضافه ان البيشنت يبقى موجود في سنجل روم، ودي عشان بتتنقل بالكونتاكت يبقى انا لازم اكون وير هنا اللي يهمني اكتر من الماسك الجلافز والجاون، وبرضه نفس الكلام بعمل ليميتيشن للموفمنت اند ترانسبورت اوف ذا بيشنت. ثانك يو.